يعني الحرص على الإخلاص لله عز وجل، وأن تكون أعماله كلها لله عز وجل، وأيضا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم أسباب الاستقامة. بمعنى أن تتفقد نفسك، تتفقد نفسك، هل مدى إخلاصك ومدى لزومك للسنة. من أهم أسباب الاستقامة لا شك طبعا هو أن يعني وكان هذا قد لا يكون يعني في مقدور العبد، لكن مهما كان يسأل الله، وهو الهداية، بمعنى أن يهديه الله. ولهذا نقول إيش؟ اهدنا أصرف. ولهذا اجتهدوا دائما في سؤال الهداية ولا تملوا. ولهذا العز وجل يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فمن أول أسبابها سؤال الله الهداية وإرادة الله بعبده الهداية. منها الإخلاص، أو الجانبان الإخلاص والمتابعة، يعني الحرص على الإخلاص لله عز وجل، وأن تكون أعماله كلها لله عز وجل، وأيضا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم أسباب الاستقامة. بمعنى أن تتفقد نفسك، تتفقد نفسك، مدى إخلاصك ومدى لزومك للسنة. وكلما أعانك الله عز وجل وفقهك في دينه، وأدركت الإخلاص وأتيت به، وأدركت السنة وتحريتها وسألت عنها، هذا من أعظم لا شك، يعني لا أقول فقط مداخل الاستقامة، بل هي الاستقامة الحقيقية. فالإخلاص ولزوم السنة يجب يعني أن تتحراه وأن تسلكه، وأن لا يعني يغيب عنك لحظة، الإخلاص والمتابعة.